لكن ان احنا نرضى بالمجازر دي وبحرب الاباده دي ولا واحد يطلع يقول ولا واحد يطلع، احنا مش عايزين لا 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 خطب ولا قرارات، احنا عايزين افعال يا جماعه. فكوا القيود، فكوا القيود، ازيلوا السدود، ازيلوا الحواجز حتى الحدود، دعونا نقاتل كل اليهود، فاما نموت او اما نعود. لو متنا ديكوا خلصتوا مننا ونخلص، لكن افتحوا افتحوا، مفيش ازازه ميه بتدخل. انا بقى عايزه بتوع التيك توكرز واليوتيوبر اللي طلعوا يقولوا البسكوت مش منتصر، الراجل طلع قال لك اه هو فاضل له شهر، فاضل له 3 اسابيع وعادي، يعني في وقت الازمات بنديه الناس تاكله. ما بياخدوش فضله منك، هما ما بياخدوش فضله منك، فرض علينا احنا كمسلمين نكفلهم ونعينهم ونطلعهم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واجب عليك انك تساعد اهلنا في غزه، مش فضل بتتفضل عليهم، اصل ده تبع الامه، مش عايزين منهم حاجه، يغوروا، افتحوا لنا الحدود احنا ونطلع، افتحوا لنا احنا نخلص الدنيا دي. لكن يفضل تفضل المجازر دي ليل ونهار، ويقطعوا الظلمه الفجره، عبدة الطاغوت، احفاد القرده والخنازير الملعونين على لسان كل لسان داوود وعيسى ابن مريم، يجوا علشان يعملوا مجزره ويطفوا الاتصالات ويعملوا الكهرباء ويعملوا، يقول لك خلاص احنا كذا، دي كارثه، دي مصيبه، واحنا لا نرضى. اللهم انا نبرأ اليك ونعوذ بك من هذا الفعل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي شدد على اخوه المسلم في فلسطين.